انا عندي مشكله في القولون بقى اهو، ده، امساك. ايوه امساك هنا اهو، امساك او قولون، اه او اهو الناس اللي هنا اهو، بتجيلها مغص في اه القولون. القولون مش هنا، انت مسكتي حته تانيه ما معلش مهم، انا معلش انا ايوه اتلخبطت لان انا قاعده مع حنين شرحت الانسان لحاجه تانيه خالص. وهقول لكم خريطه للقولون برضو المعده كانت المفروض هنا لزقت في الايد مش عارفه يعني ما عم. بصي بصي اهدي عليا، انا هديت على فكره. طيب قولون اللي عنده قولون عصبي هنا اهو، ايوه هنا اهو، ها خلاص، ها يمين وشمال، يمين وشمال، اوكي اوكي، ونعمل الخلطه دي هينسى القولون خالص من حياته. يلا اتفضلي. ها هنجيب نفس الكميه من اللي انا هقوله كله، اوكي خلاص. شمر، ينسون، كراويه، زعتر، نعناع، واللي عنده سكر يزود بذرك التاني. تاني نفس الكميات من شمر. قد ايه كميات؟ مش مهم، عايزه تجيبي 50 جرام تجيبي 100 جرام، اللي انت عايزاها تروحي العطار تقولي له كده. الكميه واحده، شمر، ينسون، كراويه، نعناع، زعتر، واللي عنده سكر ياخد يحط بذرك التان عليه. اوكي يخلط الكميه دي كلها على بعض تبقى كيس كامل كده اهو. ياخد معلقه كشري على ميه سخنه زي الشاي الكشري كده. انت عارف كشري؟ لا معلش انا عارفه انت ممكن تعملي اي حاجه في الدنيا. الشاي الكشري يحط الميه السخنه على المعلقه، الميه المغليه على المعلقه. يغليهم قصدك؟ لا مش يغليها، يحطها في الكوبايه ويحط عليها ميه مغليه ويغطيها. يحط دقيقتين. الخلطه دي ايوه في كوب، يجيب مج يحطه فيه على وبعدين مغلية. حلو، ويغطيها دقيقتين ويصفيها. وبعد كده اهو عايزه تحط عسل ابيض تحط، سكر لا، ويتشرب بعد الاكل بساعه مرتين لثلاثه في اليوم. وانسي قولونك لمده وانسي قد ايه؟ خديها بالنسبه لك للعمر كله عادي. لما تحسي القولون تعبان افرضي انا طعمها مش عاجبني، اشربيها لحد ما تحسي ان قولونك هدي. مرتين في اليوم ثلاث ايام، هتلاقي من اول مرتين مره. في ثلاث ايام يعني ست مرات بالظبط. انا واحده لما بيجي لي امساك بطني فيها كركبه غازات اي حاجه باخد كوبايه بعد الاكل بساعه، بنسى كل حاجه بعد نص ساعه، ببقى في الحمام بطني كلها فضيت. وباخد الخلطه دي بقى لي سنين.